طيب هنالك يعني سأطرح لكم تجربة فعلها أحد المربين ذكرها الدكتور عبد الكريم بكار، وهي تجربة رائعة ونافعة وعسى أن تستفيدوا منها. ما هي هذه التجربة؟ قام أحد المربين وطلب من أبنائه جميعا ملء استبيان أو استبانة ورقة فيها مجموعة من الأسئلة، وأعطاهم المجال الإجابة عن هذه الأسئلة بكل أريحية وشفافية ومصداقية، مع الأمان التام مع كل عن كل يعني ما يخافوه ما يخافوا هؤلاء الأبناء من الإجابة الصريحة على هذه الأسئلة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انظروا معي في هذه الأسئلة وسننظر بعد ذلك في النتيجة. من ضمن هذه الأسئلة التي سئل إياها الأبناء في هذه الاستبانة وهذا التقييم، ما مواصفات الأسرة الجيدة في نظرك؟ ما الذي ينقص أسرتنا منها؟ السؤال الثاني، ما الشيء الذي تظن أن أسرتنا تتفوق فيه على أسر أقربائنا وأصدقائنا؟ إيش هو هذا الشيء؟ هل تشتاق للبيت عندما تخرج منه؟ ذاهب إلى زيارة بيت خالتك، عمتك، إلى آخره، ذهبت إلى مكان معين، جلست يومين، ثلاثة، أربعة، هل تشتاق للعودة للبيت؟ أم تجد أن لا عادي خارج أو في البيت سيان؟ ما الأمور التي تجعلك ترتاح حين تكون في البيت؟ ما هي الأشياء المريحة التي تجذبك إلى هذا البيت؟ ما الأمور التي تفخر بمساهمتك به في أسرتك؟ يعني أنت لك دور في الأسرة في فعل هذه الأشياء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الإخوة الذين يسلمون في اليوتيوب. ما أكثر ما يعجبك في أخلاق والديك؟ إيش الأشياء اللي تعجبك؟ الآن هذا المربي يقول لما رأيت النتائج يعني بهرت. طبعا لاحظوا معي هذه الأسئلة يجيب عنها طفل وصل إلى مستوى جيد من الوعي، يستطيع أن يجيب. نحن عندنا حتى الأبناء ما عنده وعي حتى للإجابة على الأسئلة، وممكن يكون هذه الاستبانة لا يلزم أن تكون مكتوبة، وإنما تكون في صورة حوار ودي، حوار يعني حوار أصدقاء. أنا أذكر مرة تجربة معي شخصية، كنت مع أحد أبنائي حفظه الله، حفظ الله أبنائكم، وقلت له في ساعة يعني مباسطة، يعني ما هو الموقف الذي أزعجك في يوم من الأيام مني أنا؟ فقال لي في يوم من الأيام كنا يعني باين نخرج مشوار، وكنت أنت مشغول بتهيئة للخروج، وكنت أنا في السيارة، أنا وأخي في السيارة، فقمنا بفعل كذا وكذا، ذكر لي الموقف، لا أذكر ما الخطأ اللي ارتكبوه، فأتيت أنت وأنت غاضب بشد الغضب، فصرخت فينا، وبعدين جبت عصا وضربتنا. طبعا هذا قبل أن أقرأ كثيرا في الجوانب التربوية. أنا ذكرت لكم خطورة في دروس ماضية، ذكرت لكم خطورة الصراخ وقضية الضرب، وأنا يعني قليل الضرب بل نادر الضرب، فآلمني ذلك إيلاما بالغا، وعلمت ساعتئذ الخطأ الذي ارتكبته أنا. لماذا يعني لماذا نسأل هذا السؤال؟ لأن دائما ننظر من جهتنا نحن، أنا أنظر من جهة نظري أنا كأب، لكني لا أنظر من جهة نظري هو كابن. فإذا هذا من الأمور المهمة في تربية الأبناء،